انا مره تانية تحياتي للي بيقولوا الرئيس، تحياتي الرد، اعتقادي انها رساله للمصريين وللعالم بان احنا يا اخواننا لا بنعمل جريمه ولا احنا بنجر شكل حد ولا احنا عايزين نضر حد. وقلنا للاخوان، وانا وده والله العظيم انا شاهد على هذا الكلام، وكلمت وكتتني وقلت يا دكتور كتتني روح احضر علشان ندير الفتره الانتقاليه، بس انا والله العظيم هذا حدث طلب مني يا عم روح كل يا عم روح احضر يا عم ما مش عايزين المصريين يقعوا في بعض، يا سيدي انتم اخوان خليكم طيب تخلقوا باخلاق الاسلام، يا عم اي كلام، هو كانه ايه ما بقولش حاجه. وفي الاخر خالص يقول لك ايه، نزلوا عملوا في الميدان وقفوا الناس في بعضها ودخلوا في بعض وشتيمه ويعني يقول لك ان حلم بالدكتور مرسي بيقوم وراه الانبياء. دكتور مرسي وراه الانبياء ده حلم؟ ده حلم ولا كابوس؟ ايه ده؟ ايه اللي بتقولوه ده؟ والشريعه والشرعيه وهن هن هن العنف سيتوقف في سيناء حينما يعود الدكتور مرسي. ايه يا سيدي ده؟ انت هتموتنا عشان خاطر تحكمنا؟ لا ما ينفعش. بعباره اخرى احنا ما جرناش شكل حد، تركيا واللي بتعمله فينا، هل احنا رحنا قلنا له يا اردوغان انت مش شرعي وانت مش عارف؟ لا احنا ما لناش دعوه. يا عم احنا لا نتدخل في شؤونك وانت ما تدخلش في شؤون، نحن المصريين ادرى بشؤون مصر. بعباره اخرى احنا ما احناش دوله باحثه لا عن الخناقه جوه مصر ولا عن الخناقه بره مصر، ادي الموضوع بالاخر خالص. فلو انتوا فاكريننا يعني احنا بنحب الديكتاتوريه والاستبداد والكلام ده، لا احنا لا ديكتاتوريين ولا احنا مستبدين، احنا بنحافظ على نفسنا ضد اولئك الذين لا يرون اننا في دفاع عن انفسنا من الحق. لا مش من حقك، مش حقك دفع عن نفسك ده، اصلا انا من حقي اتصل بسفارات الدول الاجنبيه كلها ولا يفرق معايا. انا بقول لك لا يفرق، انا كمواطن مصري انا ما بتكلمش، انا مش يعني اخري بشتغل في الجامعه وبقدم برنامج هنا، ما عنديش اي صفه رسميه. انا بقول لك لا مش من حقك، ومع احترامي لكل سفراء الدول الاجنبيه والدول الاجنبيه على بعضها، ماله هو يتدخل في شؤوني؟ من امتى يعني كانت الحدايه بتتحدى في كتاكيت؟ يعني طب ما لو هم بيحاولوا قوي يدافعوا عن حقوق الانسان، طب ما يروح يجيبوا لنا حق في اخواننا الفلسطينيين، ما يشوفوا لنا ايه مشكله في العراق ولا مشكله، سابوا كل ده وجاي لمصر انت. طب انت مين قال لك ان احنا بنشتكي اصلا في مصر؟ يعني بعبارة أخرى حجج ممجوجة. وأنا سعيد إنه رئيس مصر بيقول الكلام ده على مرأة من العالم، عشان كده بقى اللي هيتكلم بعد كده، إحنا عندنا دلوقتي إطار شرعي لرؤية رئيس مصر بشأن مثل هذه الملفات والقضايا في مصر.